نور محطتنا التاليه راح نسلط الضوء فيها على قسم اللغه الروسيه وادابها بجامعه دمشق كلية الاداب وخصوصا بعد افتتاح المركز الروسي لتعليم اللغه الروسيه يلي راح يدعم عمليه تعليم اللغه الروسيه عبر تنسيق التعاون بين الجامعه السوريه والروسيه ولا سيما جامعه سينزغي التي تعمل على تامين المصادر والكتب والمراجع لقسم اللغه الروسيه بجامعه دمشق لنتعرف اكثر على عمل المركز وايضا قسم اللغه الروسيه صرنا نرحب معنا بضيفنا الدكتور هيثم محمود رئيس قسم اللغه الروسيه وآدابها بكليه الادب صباح الخير دكتور هيثم صباح النور صباح الخير صباح الخير لجميع مشاهدينا صح صباري. اسم الجامعه نعم صح قلت اسم الجامعه نعم سينيرجي, سينيرجي. 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 صباح الخير صباح <applause> الخير صباح الخير شو دوبري اوترا دوبري دوبري اوترا دوبري صباح <applause> الخير <applause> دوبري اوترا جميع <applause> مشاهدي الأخبارية السوريه بدايه <applause> اسمحوا لي ان اترحم على شهداء الجيش العربي السوري الذين رووا بدمائهم الطاهره تراب هذا الوطن الغالي والشفاء العاجل لجرحانا والنصر المؤزر باذن الله لجيشنا البطل ان شاء الله بالبدايه خلينا نحكي ونعرف المشاهدين عن المركز واقسامه والخدمات اللي بيقدمها للطلاب لكل حابب يتقدم للمركز ويتعلم يمكن اللغه الروسيه؟ طبعا مركز اللغه الروسيه الذي افتتح يوم الاثنين في التاسع عشر من هذا الشهر هو ليس مركز لتعلم اللغه لتعليم او تعلم اللغه الروسيه، <applause> هناك فهم خاطئ واتتني كثير من الاتصالات من مواطنين ومن اصدقاء يرغبون بالتسجيل في هذا المركز على ان هذا المركز يقوم بتعليم اللغه الروسيه طبعا مم. هذا المركز لا يقوم بتعليم اللغه الروسيه وانما هو عباره عن منصه مم. او مكتب تنسيق ما بين الجامعات السوريه والروسية. وجامعات روسيا الاتحاديه مم. لا. لذلك هو هذا المركز لا يقدم اي يعني ملامح او اي دور او اي دورات لتعلم اللغه الروسيه هو فقط لعمليه التنسيق لعمليه تأمين المصادر، لعمليه تأمين الكوادر فيما بين وزاره التعليم العالي ووزاره التربيه والجامعات الروسيه وبالتحديد وزاره التعليم العالي الروسيه وزاره التعليم والتعلم هكذا اسمها في روسيا يعنى, و يعني بشؤون الطلاب فقط حتى الطالب لا يسمح له بزياره هذا المركز لانه لا يحتوي المركز اي شيء، هناك مدير لهذا المركز مهمته عمليه التنسيق ما بين مديريه العلاقات الدوليه والثقافيه في جامعه دمشق ووزاره التعليم العالي ومديرية العلاقات الدولية والثقافية في وزارة التعليم العالي والعلم في روسيا الاتحادية. وجامعة سينيرجيا الخاصة نعم مبروك لك أن افتتاح المركز يوم الاثنين الماضي خلينا نحكي أهمية دوره قديش اليوم نحن بكلية الأدب محتاجين يمكن لمثل هيك مركز لتزويد يمكن أو لتطوير ولو لمواكبة اللغة الروسية طبعا هذا المركز مهم جدا وبالتحديد بالنسبة لنا نحن في قسم اللغة الروسية وأدابها في جامعة دمشق إذا سيسهل علينا بعض الإجراءات الإدارية السرعه في عمليه التوصل الى او الوصول الى مصادر المعلومات التي نرغب بالوصول اليها وبالتحديد الكتب والمراجع والمواد السمعيه البصريه وغيرها التي تدعم العمليه التعليميه لنا وخاصه اللغه الروسيه طبعا مم. انتم تعلمون ان اللغه الروسيه حديثه افتتح القسم في عام 2014 طبعا هذا القسم كان بدايه عدد الطلاب المسجلين حوالي خمسون طالبا والطالب دخل الى هذا القسم ولا يوجد لديه أي معرفه مسبقه في حتى في الاحرف اللغه الروسيه لا. الا ما قل من عدد الطلاب من اعداد الطلاب طبعا بعض الطلاب الذين طبعا ممكن ان تكون يكون لديه والد درس في الاتحاد السوفيتي سابقا يتقن اللغه الروسيه او والدته روسيه فهؤلاء الطلاب طبعا يكون اسهل شوي. بالنسبه لهم عمليه اتقان اللغه والتعرف على اللغه خلينا نحكي معك دكتور السنه القادمه رح يتم تخريج اول دفعه للطلاب باللغه الروسيه خلينا نحكي هاي المركز شو رح يقدم لهدول الطلاب رح يكون في تنسيق في يمكن تشبيك مع جامعات روسيه طبعا في هذا العام سيتم تخريج اول دفعه تمام والدفعه في هذا العام يبلغ عدده حوالي 40 طالبا طبعا روسيا وجامعه سينرجي وزاره التعليم العالي الروسيه مشكوره جدا كونها تقدم الدعم المادي والمعنوي المباشر بالنسبة للطلاب الدارسين مم. ففي العام الماضي تم إفاد حوالي 20 20 طالبا من مختلف السنوات سنة أولى وثانية وثالثة لأنه في هذا العام دخل طلاب السنة الثالثة السنة الرابعة طبعاً لذلك في نهاية العام يعني نحن بال 2018 رح يكون تخريج الدورة أكيد مش في 2019 يعني العام قادم أكيد مم. وفي هذا العام والبارحة سافر عشر الطلاب من قسم اللغه الروسيه للمشاركه في المهرجان العالمي للشباب والطلاب مم. الذي يقام في مدينه سوتشي في روسيا آه الاتحاديه مم. طبعا هذا يساعد الطلاب طبعا هم ذهبوا آه مع الوفد الروس مع الوفد السوري المشارك في هذا المهرجان والذي يبلغ عدد اعضاءه حوالي 140 آه مشاركا طبعا برئاسه السيد الدكتور وزير التعليم العالي الدكتور نعم يمكن للطلاب للتشبيك مع جامعات طبعا لفرص عمل طبعا لاختصاصات يمكن ليكملوا دراستهم. طبعا هم سيكونوا مترجمين لاعضاء الوفد وللطلاب وللمشاركين في هذا نعم المؤتمر. نعم طبعا سيعم طبعا ستقوى لغتهم الروسيه سيعملوا سيحاولون على تقويه هذه اللغه مباشره. نعم طبعا نحن لدينا مشكله ومشكلة كبيرة في قسم اللغة الروسية وادابها في جامعة دمشق تقتصر على المشكلة الاساسية في الاخصائيين. مم. نحن لدينا في القسم خمس مدرسات روسيات. أوه. طبعا هناك مشكلة لدينا في تدريس قواعد اللغة الروسية في اللسانيات والصوتيات. مم. طبعا لا استطيع انا مهما كنت متمكن من اللغة الروسية ان ادرس اللسانيات والصوتيات. اللفظ اللكنة الصحيحة بالتحديد. على العكس تمام. هم كذلك لا يستطيعون تدريس اللغه العربيه كما نحن نستطيع تدريسه مم. لذلك طبعا هناك مدرسة واحده من بين الخمسه هي التي تتقن آه عفوا بالتحديد هي التي تحمل شهاده في تعليم اصول تعليم اللغه الروسيه والاربعه الاخرون هم يحملون شهادات جامعيه ولكن ولكنهم طبعا يدرسون القواعد واللسانيات والصوتيات وهناك مدرس وحيد فقط على ملاك القسم والمشكله الثانيه التي نعاني منها هي قلة المصادر مم. طبعا في هذا العام قامت جامعة دمشق مشكورة جدا بطباعة أربعة كتب في اللغة الروسية وهذا طبعا هذا أحد الكتب التي قامت طباعتها الجامعة لطلاب الصين الأولى والثانية والثالثة والرابعة مم. الطريق إلى روسيا أوه. طبعا بالترخيص من جامعة سينرجية في روسيا الاتحادية طبعا مم. هناك مم. حقوق للمؤلفين لا يسمحون بطباعة الكتب وأنا لدي مجموعة من المراجع الهامه وبالتحديد قواميس اللغه قواميس روسي عربي وعربي روسي سالت الوفد الذي قدم من روسيا من وزاره التعليم العالي هل نستطيع طباعه هذه القواميس او المراجع لطلابنا قالوا لا تملكون الحق <applause> فقط الجامعة التي أو المؤلف أو الدار التي أصدرت هذه المراجع هي التي هي تملك الحق نعم. لإصدار هذه دكتور، المراجع دكتور طيب شو هو الحل يمكن لتطوير الكوادر المركز له يد يمكن بمراسلات جهات معنية ليمكن يمكن تزويد الكلية بكوادر يعني تتقن اللغة الروسية تتقن تعليمها للغة الروسية أكيد. في اللقاء الأخير الذي دار ما بين السيد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف مداف والسيد الدكتور هزوان الوز وزير التربية في الاجتماع المغلق والوفد الروسي رئيس نائب رئيس جامعة سينرجيا تم الاتفاق على تأهيل حوالي ألف شخص فقط لوزارة التربية لأنه نحن نعلم أن وزارة التربية حاليا هناك خمسة عشر ألف طالبا في مدارسنا في محافظة دمشق ومحافظة طرطوس ومحافظة اللاذقية إذا كتجربة أولية هناك خمسة عشر ألف طالب يقومون بتعلم اللغة الروسية في المدارس وهي اللغة الثانية بعد اللغة العربية إذا أصبحت يعني خيار وخيار مهم بالنسبة لهم لذلك لا بد من إعادة تأهيل الكوادر ووزارة التعليم العالي أبدت الترحيب بعملية استقبال هؤلاء الدارسين أو الكوادر التي ستتعلم اللغة الروسية وتتقن اللغة الروسية وتعود إلى مدارسنا كي تقوم بتعليم الطلاب في المدارس في سؤال حابة أطرحه قلنا نحن بال2018 رح يتم تخريج الدفعة الأولى من الطلاب اللي يتعلموا اللغة الروسية تقريباً 40 طالب ليش ما بيتم استثمار هدول 40 طالب ليعلموا يعني إفاد إلى روسيا ويمكن لتعليم اللغة الروسية مع اللكنة الصحيحة والقواعد والعودة إلى حضن الوطن ليكونوا هن منتشرين بساحات الوطن اللي هي أساتذة يعلموا اللغة الروسية الصحيحة طبعا مركز المركز الروسي الذي نسميه داخليا مركز التنسيق سيعمل جاهدا على توفير هذه الظروف التي تسمح للطلاب بالإفاد لطلابنا بإفادهم إلى روسيا الاتحادية مم. طبعا الجميع يعلم أن هناك مرسوم من السيد الرئيس الخريج الأول يعين معيدا في الجامعة مم. معنى ذلك أنه سيكون لدينا في هذا العام الخريج الأول معين مباشرة في القسم وسيتم إفاده أوتوماتيكيا إلى الاتحاد السو... إلى روسيا الاتحادية لتخصص في مجال اللغة الروسية. يكون عندنا كوادر صحيحة يعني. وبنفس الوقت وبنفس الوقت وزارة التعليم العالي سنويا تقوم بمخاطبة الكليات والأقسام بحاجتها إلى أعضاء هيئة تدريسية وتأهيل الكوادر فنحن سنقوم في هذا العام بالتأكيد بطلب حوالي عشر معيدين حتى ندعم القسم بالاساتذه <applause> المتخصصين في هذا <applause> المجال. دكتور قد مهم كل طالب يمكن حابب ينتسب او يدخل بقسم اللغه الروسيه انه هو يمكن يندعم شوي بالدورات قبل دخوله لاختصاص اللغه الروسيه، يمكن شوي يكون عنده ارضيه، يمكن يحب يمكن ما يحب مشان ما يصير يمكن مطمطه بسنوات خلينا نحكيها بالعاميه، بالسنوات الدراسية الجامعية. أحسنتي سؤال مهم جدا طبعا جميع الطلاب الذين انتسبوا إلى القسم أو التحقوا في قسم اللغة الروسية التحقوا برغبة مطلقة لكن لديهم مشكلة مشكلة تعلم اللغة لا يوجد لدينا في يعني حتى في الجامعة لدينا في معهد اللغات ليس قسما وإنما هنا يستطيعون القيام بدورات على غرار دورة لغة إنجليزية أو فرنسية أو دورة لغة عربية إذا هناك هذا المركز يستطيع بالعمل على تأمين على الانتساب لهذه الدورات والقيام بدورة لكن آه هذا المركز موجود فقط في مدينة دمشق فأبناء المحافظات الأخرى لا يستطيعون آه الالتحاق في هذا المركز طب بس يمكن يسبب ردة فعل هذا الشيء لدى الطالب أنه أنا بحبها لهي اللغة بس ما عم بقدر أتعلمها صحيح بصير عنده ملل 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 بينسحب من الجامعة أعتقد وأنا تم الاتصال بي من أكثر من محافظة وأكثر من جهة للاستفادة من الخبرة في أو التدريس الخاص في بعض المعاهد اللغات لكن أنا كعضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق لا أملك الحق بالتدريس في معاهد خاصة وإنما فقط في المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي المشكلة الأساسية لدى طلاب اللغة الروسية وبالتحديد عنا هي المخابر وأعداد الطلاب الهائلة نحن عندما درسنا في روسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقا كنا في المجموعة أو في الصف الواحد سبعة طلاب فقط فالاعداد الكثيره طبعا تعطي مخرجات تعليم ليست في المستوى المطلوب، كلما قل عدد الطلاب كلما كان لدينا مخرجات تعليميه مم. افضل بكثير، مم. لذلك نحن بحاجه الى مخابر، الى قاعات تدريسيه، الى اجهزه الى اجهزه سمعيه. اذا السمع، اذا نحن لماذا اكتسبنا اللغه بسرعه كبيره جدا؟ لانه نحضر درس اللغه الروسيه في الجامعه ونخرج الى الشارع ونمارس هذه اللغه، فطالبنا لديه ضعف كبير ونلاحظه دائما في عملية المحادثة صحيح هو متميز في قواعد اللغة لازم متميز اللسانات يطلع روسيا ل... ويرجع يكفي وأنا و... من خلال استلامي للقسم في هذا العام طلبت من الجميع من جميع المدرسين ومن جميع الطلاب أن يتحدثوا فيما بينهم لا أريد أن أسمع له كلمة في اللغة العربية, العربية واحدة ايه نوع من تحفيز الطالب على دعم اللغه والتحدث باللغه مباشره. نعم اكيد الدكتور هيثم محمود رئيس قسم اللغه الروسيه وادابها في جامعه دمشق نشكرك على وجودك معنا نتمنى لك التوفيق نتمنى التوفيق كمان لكل الطلاب اللي عم يتعلموا اليوم اكيد شكرا نتمنى انك كثير انك لك. التوفيق للجميع شكرا وشكرا لك اهلا وسهلا فيك اهلا